يوميات رئيس تنفيذي مع معمر سلامة وخالد بغدادي. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا. أنا معكم معمر سلامة ومعايا المدير التنفيذي خالد بغدادي في برنامج جميل جدا اسمه يوميات مدير تنفيذي. خالد، طبعا قبل ما أبدأ البرنامج لست أفكر على كذا موضوع كيف أبدأ النقاش معك، وصراحة تشعترت في كذا حاجة. أقولها في بعض الناس يتصوروا تصور معين جدا أنه المدير التنفيذي هو شخص يجلس في المكتب بيدي قرارات، بيشرب كوب الشاي، بيرتاح، يداوم الساعة 10، يمشي الساعة 2، يصور نفسه في الانستغرام موجود هنا هنا وهناك والكلام ده كله. لكن أنا وجهة نظري العكس، فعشان أثبتها حبيت أسوي معاك البرنامج ده على 30 حلقة. فأول شيء حياك الله أبو الوليد إذا نقدر نقول. مظبوط. الله يحييك حبيبي. الله يحييك. فنبي نتكلم على الصورة النمطية، نبي نتكلم نخش بتفاصيل أكتر، مهام المدير التنفيذي، التحديات اللي بيشوفه ونظرته هو، لأنه هو شخص وصل وعمل ليه ما وصل المركز ده. ما هو وصل المركز ده بناء على علاقة أنه هو والله هذا قريبه ولا حاجة ولا شيء، لا، أنا وصلت عشان سويت 1 2 3 4، عشان المستمعين والمستمعات يفهموا ده الشيء. فحابين ناخدها على 30 حلقة ده واحد زي ما أنا قلت لك هو من البداية. تاني شيء لازم تدي برضو نظرة ثاقبة، لأنه أنت شايف قدامك ما شاء الله تبارك الله سنوات الخبرة دي اللي عندك، ما شاء الله تبارك الله أدتك أكيد نظرة معينة إيش الأفضل وإيش الأحسن. فأنا سيب لك الميكروفون وتفضل حبيبي. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين. شكرا على المقدمة الحلوة. الله يسعدك حبيبي. وبالعكس يعني أنت بالنسبة لي جيت على نقطة أعزها كثير، وأنا يعني كثير أفكر فيها وكثير أحاول أني أشرح للناس إيش دوري كرئيس تنفيذي أو مدير تنفيذي أو مدير عام أو كل الأسماء، أو رئيس، كل الأسماء هذه موجودة، لكن هي مش بالاسم، هي بالإنسان اللي يعرف يشتغل مع فريق عمل. وهي فريق عمل هي أهم حاجة في الموضوع، هي سر العملية حقت رئيس تنفيذي ناجح ومدير تنفيذي ناجح، أنه يكون بيفكر كفريق عمل مش بيفكر كشخص، أو بيفكر كيف أني أنا أخذ السلطة كلها عندي، أو كيف أنه كل واحد يجي عندي يقول لي إيش يبغى يسوي. بالعكس، كل ما كان في تواصل بين الناس في الشركة، كل ما كان في نقاش، حوار، مضاربات، زعل، كل شيء ممكن يحصل في الشركة. عارف يعني أنا حضرت كل شيء، حضرت مثلا ناس هم الدايركترز اللي هم مدراء إدارات ريبورت، يعني يرجعوا لي إداريا، حضرتهم يتضاربوا في غرف الاجتماعات، وحضرتهم يتضاربوا لدرجة أنه وصلت معهم خلاص يعني ما هم قادرين يتكلموا مع بعض مرة تانية. أنا ما أتضايق من حاجة زي كده، بالعكس أقول أنه هذا دحين دوري كيف أني أحل هذا الخلاف، دوري كيف أني أوصلهم، لأنه كل واحد فيهم حاطت وجهة نظره مصلحة الشركة في الأخير، وهذه أحد الأشياء اللي أنت دائما تهتم فيها في الأول، مصلحة الشركة وتشرح مصلحة الشركة. اللي هي نرجع نقولها، أنا بحاول أبسط الأسلوب، لأنه بتقول استراتيجية الشركة والهدف والرؤية والرسالة والأشياء هذه كلها كاستراتيجية كاملة للشركة. لكن لما الكل بيتوحد على اتجاه واحد، وهذه الخطوة الأولى، وتلاقي الناس في خلافات بتصير وكذا، أوكي ما في مشكلة، تبدأ تحل معهم، تبدأ تشتغل معهم، تبدأ تحاول تقرب وجهات النظر وتبدأ تحل الخلافات الموجودة. لأنه أنا أعتقد إذا الرئيس التنفيذي أو المدير العام سوى هذا الدور فهو سوى أكثر من 50% من وظيفته. أنا شاف كذا محور وكذا نقطة كذا حاجة. أول شيء قلت فريق، قلت تواصل، قلت مضاربات واختلافات. خلينا نأخذها واحدة واحدة. خلينا نتكلم اليوم نأخذ جزء من الحلقة على موضوع فريق العمل. بالنسبة لك واللي أنا فهمته منك أنه هي مو شرط على فريق العمل، بس أكتر منه كيف أوصل المعلومة لفريق العمل. يعني يمكن يكون عندك فريق عمل مكون عنده خبرة عالية وكل شيء، بس أنه ما هم عارفين يتواصلوا فما ينفعوا، أو لا أنت تشوف العكس. أوصل المعلومة، هي الفكرة كلها إيش هي المعلومة هذه. خلينا نأخذ أنه الاستراتيجية حق الشركة أو التوجه الاستراتيجي حق الشركة هو دي المعلومة اللي أنت تبغى توصلها للجميع. لأنه لو كله اشتغل على قلب واحد، على اتجاه واحد، كله حيوصل إن شاء الله. إذا أنا حقول أن أنا بحاول أوصل الاستراتيجية لفريق العمل، معناته أنا ما نجحت. هي ما هي بس توصيل، هي الفكرة كلها أنك تبني رؤية الشركة، استراتيجية الشركة وخطة الشركة مع فريق العمل. وكل ما كانوا الناس
يتواصلوا أكثر، وكل ما كانوا الناس معك كفريق اشتغلوا على استراتيجية العمل وعلى رؤية ورسالة وهدف واستراتيجيات تنفيذية، كل ما كانوا على قلب واحد، كل ما كانوا عارفين هم يبغوا يوصلوا فين. هي ما هي مسألة أنه أنا أبغى أكون كده وبس. دائما المثال اللي أعتقد أنه سمعته يعني مرة من زمان في حياتي، وأعتقد أنه من أفضل الأمثلة اللي موجودة في الإدارة دائما أو في القيادة، نقول أكيد طبعا القيادة، اللي هو العامل اللي كان بيشتغل في ناسا بيكنس الأرض. ولما سألوا أحد الزوار قال له أنت إيش بتسوي هنا؟ قال له أنا حكون واحد من الناس اللي يحطوا شخص على سطح القمر. هذا في وقت اللي كانوا بيحاولوا. وصلته المعلومة من أعلى مستوى. فهو عارف دوره، عارف أنه لو ما نظف الممر هذا وما كان الممر هذا جاهز، إنه في حالة طوارئ بيتحركوا ناس مش عارفة، هو حيعطل عمل عظيم اللي هم يوصلوا ناس للقمر. والسبب الرئيسي أنه الشخص اللي في المنطقة العالية مو بس وصل، يعني عمل عملية زرع كاملة واقتناع كامل على الشيء ده، بحيث كل واحد مؤمن بدا الشيء. صحيح. فنرجع للنقطة الثانية، يصير أنا ما بقول غير سؤال، بقول هي ما هي تواصل، هي مسألة إقناع وتوصيل. ولما الإقناع يكون أفضل لما يكون خارج من داخل الشخص نفسه، هو كان جزء من الفريق اللي قام بهذا العمل. طيب آخر دقيقة أو خلينا نقول آخر ثواني، إيش حابب تقول على دي النقطة بس عشان نبقى نقفل عليها الحلقة الأولى؟ مع أنه ما شاء الله تبارك الله خدتنا برحلة كده سريعة كده، وما شاء الله تبارك الله لا في معلومات كثيرة يعني بدأت تغير. أبغى أقول على هذه النقطة أنه فريق العمل، يعني إذا ما كان الفريق كفء، وهذه النقطة الأولى جدا مهمة، يمكن هذه حلقة الوحدة هنتكلم فيها عن موضوع كفاءة الفريق. يعني دائما في مثل إنجليزي يقول لك if you want to succeed surround yourself with smart people، إذا تبغى تنجح حاول دائما يكون الناس اللي كلهم أذكياء وكلهم مجتهدين وقوياء في عملهم. فهي دي الفكرة، أنت لما تكون عندك الناس الأكفاء حوالينك وتكون أنت بتشتغل معهم بالطريقة إن أنت تمكنهم من العمل، معناته أنت وصلت. أنت دورك أنك أنت تسهل عملهم وليس ليس فقط تأمرهم إيش يعني. شكرا، أحلى نهاية. أنت ما تأمر، أنت بتوجه، أنت بتحمل وبتسهل، بتوجه وبتسهل، أنت فاسيليتيشن، تسهيل العمل ليهم. الله يسعدك. هذه كانت الحلقة الأولى أخوان أخواتي، يعطيك ألف عافية يا أبو الوليد، أثريتنا صراحة كثير، معلومات كثيرة جميلة جدا. نلقاكم غدا يا أخوان أخواتي في أمان الله. الله يسعدك. يوميات رئيس تنفيذي مع معمر سلامة وخالد بغدادي.